لنقاش هذا الملف الإنساني. ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا سيدتي، بارك الله بكم. تهمت مفوضية حقوق الإنسان في العراق وزارة العدل بمحاولة إخفاء الانتهاكات في السجون، كيف تقيم أوضاع السجون في العراق؟ ويعني ما مصلحة وزارة العدل من إخفاء هذه الانتهاكات الحاصلة؟ أولا فيما يخص تقييم السجون في العراق، لا شك أن السجون في العراق تعد من أكثر السجون في العالم، يعني حسب تقارير المنظمات الدولية، وكل الأدلة والوثائق أجمعت المنظمات الدولية على أن السجون في العراق هي الأسوأ في كل العالم. الأمر الآخر أن المشكلة في ما تسمى بوزارة العدل، وزارة العدل قد لا يعرف الكثير أنها مختطفة من بداية تأسيسها إلى الآن من قبل ما يسمى بميليشيات حزب الفضيلة. وهذه الميليشيات تعتبر السجون يعني من أهم مصادر تمويلها، اللي تتم عن طريق ابتزاز المعتقلين وابتزاز يعني بأشكال تفننوا به، وصل إلى حد سرقة الكلى وإجبار المعتقلين على التنازل عن الأملاك. نحن نقول إذا كانت فوضية حقوق الإنسان في منبثقة من ما يسمى بالبرلمان العراقي، وهي من مكونات الميليشيات والأحزاب العراقية الحاكم، لا يتبها بزيارة السجون في العراق، فكيف بالمنظمات الدولية؟ وللأسف المنظمات الدولية اللي مختصة بالشأن العراقي وبالتحديد المتواجدة في العراق، سواء كان برنامج اليونامي أو ممثلية الأمم المتحدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لم تقم بواجبها كما ينبغي وكما منصوص بفقراتها وتقاريرها. للأسف نلاحظ قبل يومين أن ممثلة الأمم المتحدة في العراق تلتقي بالسفير الإيراني، وهذا أمر عجيب، يعني ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق اللي مهمتها مساعدة الشعب العراقي تلتقي بسفير دولة يعلم الكل أنها لديها تدخلات سلبية في العراق، بدل ما تقوم بواجبها بمتابعة قضايا حقوق الإنسان في العراق. بالعودة لحقوق الإنسان، ما مدى قانونية منع فرق الرصد الحقوقية للدخول ومتابعة الأوضاع الإنسانية في العراق؟ لا توجد قانونية، لأنه هذا الأمر يعني حتى هي المفوضية حقوق ما تسمى بمفوضية حقوق الإنسان يعني تقول هذا وتعمل بالتراضي، أما كقانون القانون الدولي لا يسمح، وكل الشرائع والقوانين الدولية لا تسمح بمنع زيارة المعتقلين وتفقد أحوالهم، خاصة أن اللجنة المنبثقة عن البرلمان هذه اللجنة الدستورية الوحيدة في العراق، هي ما يسمى بالدستور العراقي رغم اختلافنا معها، هي اللجنة الوحيدة، يعني لا توجد في قانون أو فيما يسمى الدستور العراقي ما يسمى بوزارة حقوق الإنسان أو وزارة منظمات مجتمع مدني، هذه كلها خارج سياقات القانون. اللجنة الوحيدة التي نص عليها الدستور هي لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، التي يفترض أنها حيادية وغير تابعة للأحزاب. سيد علي، نتطلع لأن تقدم صورة حقيقية وترفع قضية ضد وزارة العدل وتجلب وزير العدل للبرلمان وتناقش في هذا الأمر. في ظل هذه الانتهاكات وتواطؤ وزارة العدل فيها، إلى أي مدى تظن أن سيكون لهذه الانتهاكات أثار سلبية على سمعة العراق من ناحية حقوق الإنسان في المجتمع الدولي؟ المجتمع الدولي يعلم جيدا أن لا يعني سمعة ما تسمى بالحكومة العراقية سبقتها من خلال تقارير المنظمات الدولية التي أجمعت أن الاعتقال في العراق يتم على أساس طائفي، والمحاكم والقضايا والأحكام تصدر على أثر انتزاع معلومات من المعتقلين تحت التعذيب، ولا يوجد أبسط وسائل الوسائل والحقوق اللي يفترض أن يعني يتمتع بها أي معتقل على أي قضية. الآن ملف حقوق الإنسان في العراق ملف العالم كله يعلم مدى سوءه، لكن للأسف هناك من يتستر
على هذا الأمر، والتستر يأتي من قبل دول كبرى في مجلس الأمن. ويعني رأينا أنه رغم كل هالانتهاكات، العراق عضو في مجلس حقوق الإنسان، وضعوا العراق في عضو في مجلس حقوق الإنسان بمواسطة أمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول التي سببت دمار العراق وولتها الميليشيات على رقاب العراقي. رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي والإيراني علي القيسي، كنت معنا عبر الهاتف من برلين.